صفة صلاة الوتر وهل الدعاء قبل الركوع أم بعد الركوع؟ صفة صلاة الوتر وهل الدعاء قبل الركوع أو بعد الركوع؟ صفة صلاة الوتر صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فالشاهد أن القنوط بعد الركوع على الأصح، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، لكن الذي في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في رواية يقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره.